اهلا بكم في الجعفريه، اهلا بكم في دار السرور، اهلا بكم في كنفات ملوك سرقسطه. طيب الذكرى وايام الصبا وارقب الشكوى تحف. حكم سرقسطه عائلتين عربيتين اقحاح. كانت سرقسطه في زمان مناره للعالم في العلم والعلوم. عائله بنو تجيب وعائله بنو هود. المقتدر بن هود يقول في هالقصر: قصر السرور وقاعه الذهب، بكما بلغت نهايه الطرب. كانت الشعراء تجي هنا وتتغنى بالمنذر التجيبي، كان في قبه الملك ونعمه العيش. حكم بعد المنذر ابنه يحيى. هنا يحيى عاش قصة حب بينه وبين زوجته، خلدها التاريخ. قصة حب مثل اللي عاشها عنتر وعبلة، قيس وليلى. بس وين؟ هنا في سرقسطة في شمال إسباني. معشر الرجال اصبروا علي، ترى يمكن اليوم أدخلكم في جدار. يحيى بن المنذر التجيبي لما توفت زوجته مرضه مرض لأنه يحبها، مرض لأنه يعشق زوجته، وزوجته ماتت ودفنها في القصر، وكتب قصيده في فراش الموت، خلدها التاريخ. إذا مت فادفني حذاء حليلتي، يخالط عظمي في التراب عظامها، ولا تدفني في البقيع فإنني أريد يوم الحساب التزامها، ورتب ضريحي كيفما شاء الهوى، تكون أمامي وأكون أمامها، لعل إله العرش يجبر صدعتي فيعلي مقامي عنده ومقامها. عادة الملوك إذا بنوا قصورهم يجعلونها جنة ويجعلونها أكثر مباني الأرض نعيما. هنا بنو هود وضعوا طائر الفرسان، طائر من طيور الجنة. بتشوفه في سرقسطة والله ما تشوفه في مكان ثاني. هذا أحد المصليات الباقية في الأندلس، مصلى قصر الجعفرية. هنا كانوا يصلون ملوك سرقسطة. على باب مصلى القصر آية الكرسي: الله لا إله إلا هو. وهنا فوق: بسم الله الرحمن الرحيم، الله عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ذكرى وأيام الصبا وارقب الشكوى تحف الوصبا، لعب الأشجان فيما. حكم التجيبيين سرقسطة ونواحيها من بداية الفتح حتى أن جاء اليوم اللي شقوا في أسى الطاعة على الخلافة في قرطبة. فثارت العامة في سرقسطة لما سمع سليمان بن هود والي الأردة عما حدث في سرقسطة، اقتحمها وهدأ أوضاع. أمر نفسه على سرقسطة وخلع ملوكها السابقين التجيبيين. من هنا بدت دولة بنو هود في سرقسطة ونواحيها. فازدهرت سرقسطة في ضمن دولة بنو هود إلى أن سقطت عام 514 في زمان دولة المرابطين. هذا الأقواس المورقة في قصر الجعفرية لم يسبق أهل سرقسطة بها أحد. التحفة المعمارية اللي تشوفها هذه مبنية قبل 1000 سنة، 1000 سنة بنوها العرب. وين اللي يشكك في قدرات العرب وتصميم العرب وهندسة العرب؟ تخيل يا عزيزي ان الماسورة هذه مصنوعة قبل 1000 سنة من الرصاص. التصريف المياه وجلب المياه من النهر ومن منابع المياه. الماسورة من الرصاص حتى حاطين لها زي المشبك، زي اللي يسوونه اليوم في مواسير البلاستيك. احنا نتكلم قبل 1000 سنة، اي نهضة، اي حضارة، اي تطور. شوف القناة اللي حنا فيها الحين، هذه مو قناة مياه، هذه قناة تصريف مياه، هذه صرف صحي. بيوت مدينة سرقسطة كل بيت له زي المصور، وتطلع من البيت وتصب في القناة صرفوا مياههم. ترى حنا يا جماعة الخير تقريبا 5-6 متر عن سطح الأرض. هذا سطح الأرض، تحت سطح الأرض بستة متر قناة صرف صحي. ترى حنا يا جماعة